هذا العرض رح يكون استثنائي إنه عم ينعمل بالبلد بهذا التوقيت. بدي هيك نحكي، بدي نتناقش، بدي نعصف ذهننا مع بعض. فعلاً يكون للأخير، يكونوا للأخير حرين للي بدكن ياه، اكتبوا اللي بيخطر لكم. بدون هذا العمل الجماعي أنا بالنسبة إلي ما رح أخذ نتيجة. هذا الهدف تبعكم بهذا المشروع بحقق، يعني بحقق لكم شيء بتوصلوا هذا الهدف الأعلى تبعكم. أنا في أشياء تانية بحياتي هلا، في أولوية لإلك أكثر من إني أنا أكون جزء بهذا المشروع. وأنا كان يعني ما بعرف، ما بدي أحكي فيه هلا، بس ما بدي لا ضيع وقتكم ولا ضيع وقتي. صراحة أنا كمان بدي أعتذر منكم، ما رح أقدر أكون معكم بهذا المشروع. ما فيني يكون لسبب شخصي، مو إنه أنا ما بقدر هذا الشيء اللي عم تشتغلوه، مو إنه أنا ضد الفكرة، مو أنا ضد شيء. أنا بحس بس بهي الفترة حالتي النفسية ما بتسمح لي يكون بهذا المشروع.